وأبتدئ كلمة مناسبة إن شاء الله للمكان أو المقام والزمان الذي نحن فيه، حيث نعلم جميعا قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية طالما سمعتم تعليقا حولها وكلاما مفيدا فيما يتعلق بها، ولكني أعتقد أنكم قلما تكونون قد سمعتم تعليقا خاصا حول آخر هذه الآية لعلكم تتقون. كتب هذا الصيام لماذا؟ لعلكم تتقون. هذه الآية من الآيات القليلة، بل ومن النصوص الشرعية القليلة التي يقترن الحكم الشرعي فيها مع بيان الغاية والعلة منها. هنا تصريح بفرضية صيام شهر رمضان، وعلى المسلمين أن يباشروا إلى تبني وتطبيق هذا الحكم دون أن يسألوا لما وكيف وما شابه ذلك، مما يكثر الآن التساؤل عما يسمى بحكم التشريع. كثيرا ما تسمع من بعض الناس: لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا. لهذا نحن لا نستحسن التوسع في تلمس حكم التشريع إلا ما كان منها منصوصا في الشرع، كمثل ما نحن فيه الآن. كتب عليكم الصيام إلى آخر الآية، لماذا؟ قال تعالى: لعلكم تتقون، أي إن المقصد من الصيام هو أن يكون هذا الصيام وسيلة ليزداد الصائم تقوى لله عز وجل وتقربا إليه. فإذا ما صام الصائم ولم يتطور وضعه عما كان عليه من قبله، أي قبل رمضان، فمعنى ذلك أن هذا الصائم لم يحقق الغاية المرجوة من فريضة هذا الصيام. وقد جاءت بعض الأحاديث الصحيحة طبعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين وتؤكد هذه الغاية التي نصت عليها الآية. مثلا الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربي عز وجل، حيث قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا حديث عظيم جدا، ويلتقي كل الالتقاء مع خاتمة تلك الآية: لعلكم تتقون. إذن ليس المقصود، إذا جمعنا بين الآية والحديث، ليس المقصود كل القصد، أقول كل القصد حتى لا يسيء البعض فهم كلامي، ليس المقصود كل القصد من الصائم أن يمسك نفسه عن الطعام والشراب والجماع المنصوص على أنها من المفطرات في القرآن وفي السنة، فضلا عن المفطرات الأخرى
التي فيها خلاف كبير بين الفقهاء، ليس المقصود الإمساك عن هذه المفطرات فقط، وإنما هناك من الواجبات الأخرى التي يجب على المسلم أن يمسك عنها أيضا كما أمسك عن هذه المفطرات. على ضوء التعليل المذكور في الآية والحديث الصريح الصحيح المذكور آنفا، أستطيع أن أقول لكم شيئا قد يكون أمرا جديدا في التعبير وليس شيئا جديدا في الأحكام، لأن ذلك منصوص في القرآن والسنة. التعبير الجديد هو أن كتب الفقه قاطبة جرت على ذكر المفطرات، وهذا شيء لابد منه، ولكن أنا أقول بيانا وتوضيحا لما سبق من الآية والحديث، أقول إن المفطرات قسمان يجب أن تكون هذه القسمة الحق ثابتة في أذهان الجميع لأهميتهما. القسم الأول المفطرات المادية، المفطرات المادية وهي التي يتعرض لبيانها كتب الفقه كما ذكرت آنفا. والقسم الآخر من المفطرات لنسميها بالمفطرات المعنوية، المفطرات المعنوية. هذه المفطرات المعنوية هي التي أشارت إليها الآية الكريمة لعلكم تتقون، وأوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن يجب أن يقرن مع تركه لطعامه وشرابه وشهوته الجنسية، يجب أن يضم إلى ذلك الانتهاء أو الانتهاء عما حرم الله عز وجل عليه وفرض على كل مسلم أن يكون بعيدا عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الصيام بترك الطعام والشراب، وإنما الصيام الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد أن يقف على هذه الأحاديث وما يشابهها في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المعاصي بالنسبة للصائم، وأن هذا النهي هو من عموم قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون، من أراد أن يقف على هذا النوع من الأحاديث فعليه بكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. وختاما أقول إن الصيام من حيث تعلقه بأنه شرع من أجل أن يزداد المسلم به تقربا إلى الله وتقوى له، هو تماما كالصلاة التي ليس المقصود منها فقط أيضا أن يأتي المسلم بشروطها وأركانها وواجبها فقط، بل عليه أيضا أن
ينتبه للغاية والحكمة التي من أجلها أيضا شرع الله عز وجل على عباده المؤمنين 5 صلوات في كل يوم وليلة. ذلك ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبمقدار ما تكون صلاة المسلم ناهية له عن الفحشاء والمنكر تكون مقبولة عند الله عز وجل. لقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة المتعلقة بالصلاة في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها. إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له أي بتمامها، وإنما يكتب له ناقصة على نسب متفاوتة. بين ذلك عليه السلام في تمام الحديث، ألا وهو قوله: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، 9ها، 8ها، 7ها، 6ها، 5ها، 4ها، 5ها. وقفها هنا إشارة إلى أن الصلاة الكاملة نادرا جدا جدا ما يمكن أن ينهض بها المسلم. خيرهم هو الذي يكتب له 5ها، وهكذا إلى العشر. والعشر إذا كانت صلاته مقبولة عند الله عز وجل، وإلا فكثيرا ما تكون صلاة المصلي من تلك الصلوات التي يضرب بها وجهه يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هاتين الحقيقتين: الحقيقة الأولى التي تحدثنا عنها متعلقة بالصيام، والحقيقة الأخرى المتعلقة بالصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لما؟ لأنه لم ينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه، اقتصر فقط على ما سميناه بالمفطرات المادية وهو يظن أنه صام. هذا نقول في مثله صام وما صام. صام ممسكا عن المفطرات المادية، وما صام لأنه لم يمسك عن المفطرات المعنوية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم أو مصل ليس له من قيامه إلا السهر والنصب أي التعب. إذن فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصيام عن المفطرات بقسميها المادية والمعنوية، وأن يلهمنا أن تكون صلاتنا مقبولة عنده تبارك وتعالى تلك الصلاة التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر. أبو ليلى الأثري.